اضافه الى تكلفه النقل. احنا كوزاره التمويل مع السيد رئيس مجلس الوزراء تحملنا هذا الفرق في الزياده اللي على المخابز، وتحملنا هذا الفرق يعني في الانتاج الرغيف، وتحملنا حضرتك نتيجه امبارح في اللجنه، هل طلع قرار من حضرتك بهذا المعنى؟ ايوه فندم، كان في اجتماع بس امبارح كان في الاسئله دي موجوده في اللجنه وانا كنت حاضر، لان الناس فندم كانت حاضره معانا بس المحليه قاعد، وانا اللي رديت على رساله حضرتك قلت له بلغني ان في قرار هيطلع لتحمل الظلام، بس ده مهم، هل طلع قرار؟ احنا فندم التنسيق تم وخلاص، المخابز عرفت ان احنا هنتحمل هذا التكليف. احنا اللي هندفع الفرق ده قد ايه؟ الفرق فندم 5 مليون في الريف، 5 مليون في الريف في كل 36 يعني يساوي 45 مليون شهريا، كان 36 و2 مليون بقى 36 سواء للصوام او للغاز، ده بالنسبه للخبز. بالنسبه للنقل خلينا نكمل يا فندم والاخر اسال الرقم بس عشان يا فندم ستك اكمل وبعدين 5 مليون بس 5 مليون 36 45 مليون جنيه شهريا فرق وقود، ده بالنسبه للمخابز. بالنسبه للنقل من 10 الى 15% فرق تكلفه النقل السلع الثمنيه. الزياده فندم اللي حصلت علشان الحمايه الاجتماعيه، وكان في زياده على البطاقات.